البرنامج. صباح الخير يا جزائر من محطة وهران. هدرت بزاف ياكي، هاي تشوف فيك قلت لي عييت. إذا سعيدة جدا أكيد باش تكون حاضرة معنا زميلتنا فاطمة بالسراي. صباح الخير. صباح النور. واش راكي؟ صافا تخي بيان. الله يبارك عليك دائما منورة. يسلمك بنورك، ميرسي، شكرا. شكرا. إذا فاطمة، حابة اليوم كما سبق أنك شفتي ربما كنا تحدثنا أكيد مع فضيلة الشيخ حول ذوي الهمم، وحنا نعيش البارح اليوم العالمي لهذه الفئة اللي حنقولوا هي حقا واحدة من الفئات المهمة اللي يجب حقا على المجتمع أن يعتني بها. وحنا حابين نحكي وربما كيف يجب أن نعامل هذه الفئة سواء من الفرد ولا المجتمع. فاطمة. صح، هي فئة خاصة، نسموها فئة خاصة، لكنها تنتمي لنا وحنا ننتمو لها. واليوم حابين نتكلموا على المرافقة النفسية لذوي الهمم، الناس اللي ممكن كان عندها إعاقة مكتسبة ولا كانت إعاقة يعني اللي زادت بها، اللي كانت معها منذ ولادتها. دونك يعني نقدروا نجزئوهم الفئتين، فئة اللي تعرضت للإعاقة، يعني كان عندها حياة عادية وكانت عندها يعني حياة اجتماعية وحياة يعني عادية عملية ممكن يكون وتعرضوا الإعاقة. صعبة ممكن هي نفسيا نفسيا نصنفوها على انها فئه صعبه، لانه الاعاقه نتاعها مكتسبه. يعني انسان اللي تعود على يعني اعمال معينه، تعود على حياه معينه، تعود على روتين معين، على معامله معينه، وتغيرت حياته في نهار وليله. دونك سي بور سا هذه الفئه يكون الجانب النفسي نتاعها صعيب، التقبل نتاعها صعب، حتى في مع المجتمع يكون صعب انهم يتقبلوا الاعاقه نتاعو. يعني وهذا مرتبط كذلك بشخصيته كيفاش كانت قبل الاعاقه. وهنا يبقى يعني السؤال مطروح، والجانب النفسي يعني مختلف، لانه شخصيته كيفاش كانت هذا الانسان كيفاش كان قبل الاعاقه. يعني كان عنده طموح، كان عنده اهداف، كان عنده يعني. والاعاقه كنت نتكلموا عليها من الجانب النفسي، هي كي تقولي للبنادم ما ديرش هذيك الحاجه، ممنوع انك ديرها، يتخلق له صراع داخل نفسه، صراع نفسي، اسئله بزاف، توتر، قلق، ونروحوا حتى لمرحلة الاكتئاب عند هاد الناس. ورانا نتحدثوا أول شيء بدينا بهم الناس اللي عندهم إعاقة مكتسبة، واللي عنده إعاقة مكتسبة نظرة المجتمع ليه، تعامل الناس معاه يأثر عليه بوكو بلوس، لأنه عنده الفرق بين واش كانوا ينظروا له أفون واش راهم ينظروا له اليوم. يعني يدير هذاك الفرق، هذا اللي يخلق له هذاك الصراع، يقول أنا كيفاش كانت الناس تعاملني، الناس كيفاش كانت تنظر لي، كيفاش كنت نجمع انا في وسط الناس، كيفاش كنت انا نقوم بحياتي اليوميه، واليوم تغيرت ونظره المجتمع يراقبها يلاحظها. لكن الانسان اللي اعاقته يعني زاد بها ما يطرحش بزاف هاد الاسئله، ممكن لا ديفيرونس اللي يديرها ولا المفارقه اللي ممكن يطرحها في انه انا مختلف عليهم، انا مختلف عليهم، لكن ما عاش واش عاشوا هما. الانسان اللي عنده اعاقه مكتسبه عاش واش عشنا احنا كناس اللي ما كانتش عندنا هذيك ستوب، يعني هذيك تاع ما ديرش هذيك الحاجه، ممنوع. هذيك الممنوع هو اللي يخلق، بصح الانسان اللي عاش الممنوع منها اللي زاد. صح. ممنوع انك ماشي يكتشف الحلاوه ربما تاع ذلك اذا كانت عنده ربما في النظر ولا في السمع ولا في المشي ولا ما يعرفهاش وشو هي. فوالا دونك في التصنيف الاعاقات يعني على المستوى العالمي محصوره بين الاعاقه العقلية والإعاقة الجسدية، لكن هناك إعاقات يعني كثيرة اللي ممكن تكون
تكون سبب في أنه يكون الكلمة ممنوعة، أني مثلا الأطفال حتى في التكوين في الديفلوبمون تاعهم، النمو الحسي الحركي كيبدا ما يسمعش، كيبدا ما يشوفش، كيبدا باغ اكزومبل ما يتكلمش، كل هاد الامور ما يمشيش مثلا، كل هاد الامور ممكن ما تخلقلوش هو، وهنا نتحدثوا على لونتوراج، هو ما تخلقلوش يعني اعاقه، تخلق لونتوراج نتاعو، الوالدين نتاعو اعاقه، وحنا نشوفوهم في المراكز يعني العلاج الامراض العقليه، نشوفوا باللي الاطفال اللي عندهم اعاقه التخلف ولا اعاقه جسديه ولا اعاقه يعني سمعيه ولا بصريه، يعني في مراكز التاهيل نتاعهم تشوفي الام والاب هما اللي خالقين اعاقه نفسهم. وهنا ممكن الدور نتاعنا اليوم انه نتكلموا انه الوالدين ولا لونتوراج ما لازمش يخلقوا اعاقه لنفسهم، وهما حابين يساعدوا الطفل نتاعهم ولا يعني اي كان يعني اللي حابين يرافقوه في العلاج نتاعو، في العلاج التاهيلي، في العلاج الطبيعي، في يعني هما خالقين هذاك الضغط نفسهم، خالقين اعاقه، يعني حارمين نفسهم من حياتهم على اساس انه هذا الطفل ما راحش يتمشى، ما راحش يكون مثل الاطفال. دونك لازم نتقبلوا فكره انه الاعاقه موجوده، صح، ممكن تكون فطرية كما قلنا، ممكن تكون مكتسبة، كل ما تقبلناها، كل ما حاولنا أنه نتعايش مع الوضع ونخلقوا له وقت مخصص فقط، من on focalise pas sur هاد لونديكاب، باسكو مالوغوزمون بزاف عائلات تشوفي الا كان كاين يعني احنا نسموهم ذوي الهمم، ويعني لانه قدروا يحققوا نجاحات كثيره، لكن مالوغوزمون عندهم تحديات كبار. التحدي الاول اللي خلقوه هو بينه وبين نفسه، بينه وبين فوالا بينه وبين الحياه النفسيه نتاعو، صح، وحتى ربما انه يتقبل نفسه، كذلك الجانب اللي نشوفوه انه يأثر فيه. وانا دائما نقول انه عنصر الشفقه، الشفقه هي شيء مخزي جدا ويحس بواحد الالم. اصحاب ذوي الهمم، لا، انا لما تتحدث مع شخص من هذه الشخصيات لازم تشوفوا انه شخصيه سويه، ما تبينوش انك حاب تشفق له، لانه حقا سيتمرد، كل ما اشفقت عليه سيتمرد اكثر. صح، يعني نشكرك اللي اثرتي هاد النقطه، يعني هاد النقطه تاع الشفقه مالوغوزمون الناس ما يفهموهاش بالنقطه اللي نفهموها احنا، لانه شايفين انه الشفقه هي يعني نوع من يعني هنا راني نواسي فيه، يعني نوع من يعني لو سوتيان سوسيال، يعني انا راني نساند فيه بالشفقه نتاعي، لكن عندها اثر مالوغوزمون سلبي بزاف على الانسان اللي يكون عنده اعاقه. نظره الشفقه، الحوار بالشفقه، يعني التساؤل لماذا، علاش راك هكا، يعني كل هاد التساؤلات ومن بينهم الشفقة اللي اثرتها يعني تحدث اثر نفسي سلبي جدا جدا جدا، وممكن تأزم الحاله النفسيه تاع الانسان اللي عنده اعاقه. ونلاحظوا انه تلمو احنا مجتمع يعني سي بار لا بون فوا، يعني تلمو احنا حساسين في هذه المواضيع، نتحدثوا في هذه المواضيع بهذه الشفقه وكل شيء، لكن هذا يخلق انه الناس اللي عندهم المشكل هذا تاع الاعاقه يخلق لهم عزله، ما يحبوش يروحوا في الاماكن العامه، ما يحبوش الثقه نتاعهم، بيان سور بيان سور تزعزع لهم الثقه وتخلق لهم نوع من الاكتئاب في المجتمع. فوالا العزله هذيك تخلق لهم اكتئاب، وبينه وبين نفسه لو فيك يشوف هذيك باسكو هو راه يتحدى في نفسه. علاش سماوهم ذوي الهمم؟ لانهم يتحداو في نفسهم، يتحداو الاعاقه نتاعهم، يتحداو الصعوبات اللي راهم يواجهوهم تو لي جور. لكن احنا في دقيقه في فراك سكوند ننظروا عليه بهذيك نظره الشفقه، نهدوا له كاع واش بنا هو في اعوام واعوام، على اساس انه ما يعني
يعني ما عنده حتى دور في المجتمع، لانه كي نشفق عليك معناتها انه ما تقدرش. هذيك عدم القدره سي با فاسيل انه الانسان يتقبلها مهما كان، سواء في الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، الجانب المهني، في اي مجال كي ننظر لك نظره شفقه معناتها انت ما تقدرش. وكل ما نظرت لك بنظره انه انت قوي، انت تحديت وانت احسن مني، لانه انا عندي كلش وممكن ما قدرش نوصل الشيء اللي وصلت له انت، وانت بالمويا يعني البسيطه بالامكانيات البسيطه اللي عندك، سواء كانت جسديه سواء كانت عقليه سواء كانت يعني لمويا، باسكو كي نتحدثوا على يعني انسان معاق يعني لازم له ممكن يعني الالات اللي يعاونوه باش يقوم بالحياه اليوميه نتاعو، يعني ممكن هذاك لو بيكي اللي يركزوا عليه بالناس اللي ما تقدرش تمشي، لا شيز غولونت، تو سا، هذوك الادوات اللي يساعدوهم انهم يقوموا بحياتهم اليوميه. فلا دونك هما راهم يستعملوا فيهم ويبذلوا مجهود، يعني هما احسن منا، حنا عندنا تو لي مويان باش نروحوا ونتمشوا، لكن هما راهم يزيدوا مجهود اضافي علينا حنا. دونك كي نفهموا هاد لا ديفيرونس اون بو نو با يعني لانسي هذيك النظره تاع الشفقه، وكونتخيغ لازم ننظروا لهم بنظره فخر، ولازم نعطوهم ثقه في نفسهم، ولازم نفهموهم انه هما يعني مجهودهم احسن منا وهما ذوي الهمم. يعطيك الصحه ربما فاطمه، ونشوفها في مجموعه من اصحاب ذوي الهمم ونحييهم هذيك التحدي اللي صح. انا صح نقدر ندير اشياء انت ما تقدرش ديرها، وشفنا امثله ايجابيه ما شاء الله عليها في الرياضه في كل المجالات. نعم. شفناهم تحداو نفسهم، تحداو المجتمع، تحداو الاعاقه، وهذا هو الشيء المهم، لانه اعاقه كلمه. الاعاقه كلمه يعني مادام تحداوها يعني كاين اكثر منها يعني على وقعهم، يعني كاين تحدي، كاين فولونتي اراده، كاين مسانده نفسيه، كاين مسانده اجتماعيه، كاين مسانده اسريه، اللي لازم نفهموها اليوم انه كل ما اعطيناهم هذه المسانده كل ما سهلنا لهم هذا البروسيس. نقطه مهمه جدا، المسانده العائليه، وكل هذا الشيء يبدا من العائله، لانه اصحاب ذوي الهمم لما يشوف انه الام تاعو فخوره به، ويشوف المحيط العائلي تاعو كذلك يضعون له ربما كل الثقه ويحملوه مسؤوليه ويقولوا له انت تقدر لها، ويشوف يحس بهذاك الفخر، لما يشوف الفخر في عيون المحيط نتاعو هما ربما الدافع الاول والرئيسي. صح. قبل ما يكون المجتمع. صح. انه العائله، لانه بعض الامهات لما نشوفوا انه عندها ولدها ربما عنده اعاقه، مع خاصه الاطفال المتلامذه زي ما وهذو هذه الاشياء كثيره اللي تخلق لها نفس من ربما هكذا تقول لك علاش انا يا. وهي من جانب ديني كنفسرها لنا فضيله الشيخ محمود فلاح اللي نحييه وبالمناسبه، انه هذا بلاء وهذا يعني عظمها، هي عظمه من الخالق. صح. لهذه الام اذا اعطاك ابنك ربما عنده إعاقة معينة، ولكن أنا نقول أن الأم خاصة والأسرة هي الأساس أنه تخلي هذا الشخص ناجح في حياته. صح. المجتمع أكيد أكيد. شوفي إذا كان شفنا يعني دي زيكزامبل الناس ذوي الهمم، أول شيء يشهد به ويقول لك عليه هو مساندة الأم نتاعو، الأب نتاعو ليه، والإخوة نتاعو ليه، العائلة نتاعو، لأنه وحده ما يقدرش، كما حنا الناس العاديين وحدنا ما نقدروش. مساندة العائلة لينا، مساندة الأسرة لينا تلعب دور كبير. دونك وهو سبيسيالمون الإنسان اللي عنده يعني اختلاف علينا في الجانب الجسدي ولا العقلي، يعني مساندة الأسرة اللي تلعب دور كبير، ومساندة الأسرة تبدأ بهم هما، انه هما لازم يكون عندهم تقبل للحاله الخاصه اللي راها عندهم، تقبل باسكو احنا كي نتحدثوا على ذوي الهمم نشوفوهم كي نجحوا، لكن لو باركور نتاعهم قبل النجاح، قبل التحدي اللي وصلوا له كان صعيب، لانه كاين صعوبه في التعامل اليومي، كاين بارفوا هذاك الصراع اللي يعيشوا
اللي تحدثنا عليه في الأول، الصراع النفسي اللي يعيشه الإنسان اللي عنده إعاقة، يخلق ممكن يعني صراع كذلك في الأسرة نتاعو، صراع في أنه ما تعاونينيش، صراع في أنه كرهت أنك تعاونيني توسا، يعني هذيك الحياة اليومية نتاعهم مع الأسرة نتاعهم، سبيسيالمون لا مامون كي يكون صغير باسكو هي اللي ترافقه، هي اللي تقوم في بعض الأحيان في الواجبات نتاعو اليومية في بلاصتو، لو طون اللي تعلم هو يقوم بالواجبات نتاعو اليوميه، دونك تو سا يعني يخلق صراع ويخلق ضغط نفسي ويخلق يعني ذوي الهمم من 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 فئه ثانيه اللي هما الاسره، حتى هما يعني يكونوا عندهم يعني واحد القوه واحد باش يتحداو باش يتعداو هاد المراحل الصعبه في المرافقه النفسيه لهاد الفئه، لانه الانسان اللي يكون عنده إعاقة ممكن نشوفه عنده بارفوا عنف، بارفوا هذاك الانعزال، اللي ما يحبش يتكلم، ما يحبش، ما تقدريش تفهميه فاسيلمون، ماشي سهل، يعني المرحلة اللي يفوت فيها الأولى، خاصة المراحل الأولى، وخاصة نتكلم على حتى الإعاقة المكتسبة، الإنسان اللي يعني صرا له حادث ويعني خلق له هانديكاب، ممكن باش تتعاملي معاه أبخي سي ديفيسيل، دونك الأم ولا الأب ولا الإخوة باش يقدروا يلقاو أمويا باش يتعاملوا معاه، يعني وسيلة وطريقة مناسبة. حنا اليوم نقولوا لهم باسكو حتى هما بارفوا يخلقوا هذاك الجانب من الشفقه اللي يخلي هذاك الانسان جاني مرحله من الحاله من الحزن، حاله من الكآبه في الوجود، تدخلي للاسره فوالا ما يقدرش يكمل حياته مالوغوزمون، فما كانش دعم ويتحبسوا في كل جلسه نعاودوا نفكروا. وهذه كلمه المسكين التي احنا ما بالك لما يقول لك مسكينه، هذه الكلمه ربما هناك من الناس يقولوها بحسن نيه، ولكن الانسان اللي تشوفه انه عنده هم والله مجتمعنا هذا هو لما يحسنش العون، لما يشوف الانسان عنده هم سواء كانت في اعاقه ولا اي شيء، ما تزيدوش انكم تشرحوا له الحاله تاعو مسكين، هو على باله، على باله باللي ها والله سبحان الله على باله باللي راه مضرار على باله، صح يجب خلق اشياء اخرى انكم تطلعوا له المورال تاعو، صح بيان سور بيان سور، لكن الطريقه كيفاش نطلع له المورال؟ اذا كنطلع له المورال وانا شافقه عليه صغاريه مليح التغاضي بيان سور جوستومون. والله من كنت بكري صح، كانت عندنا هكذا نشوفوا ربما واحد اعمى ولا هكذا واحد انك تشفقي عليه، ولكن من باب الانسانيه فقط، صح. فانا قلت لا، علاش يجب ان نعامله على انه انسان سوي سوي بيان سوي، والنتيجه انه هو افضل منا في اشياء كثيره. لا شوفي، كي نفهموا بلي الاعاقه جزء ماشي الكل، نعم الإعاقة جزء ماشي الكل، ومهما كانت هذه الإعاقة مهما كان نوعها هي جزء ماشي الكل، مادام الإنسان راهو ياكل ويشرب وحي ويتعامل معايا بالنظرة نتاعو بالأحاسيس نتاعو بالسمع نتاعو بأي حاسة باقية فيه، هو الإعاقة هي جزء، مادام عندي تواصل معه مهما كان هذا التواصل راح يخلق لي يعني واحد الفيدباك، يعني راح نحس بيا ونحس به، دونك كي نفهم بلي الإعاقة جزء راح نتقبل أكثر أنه الإنسان المعاق عنده حياة، ماشي الإعاقة اللي قلعت له حياته، او كونترير عنده حياة، عنده حياة يعيشها وعنده تعامل مع الناس الاخرين. دونك اليوم كي نتكلموا على الاسره نتكلموا على الجانب انه لازم هما يفهموا بلي عنده حياة ما انتهتش الحياة نتاعو، لانه مالوغوزمون الامهات ولا الاباء كي يشوفوا ابن عنده اعاقه يقول لك حياته وغاضني ومستقبل نتاعو، نو الاعاقه جزء يقدر يحقق ونشوفوهم، واليوم رانا جايين نتكلموا عليهم لانه حققوا نجاحات كثيرة وكانت عندهم يعني إرادة قوية وتحداوا يعني إعاقتهم وتحداوا المجتمع، واليوم كما راكي تقولي اليوم كي نشوف واحد عنده إعاقة معينة في الأماكن العامة ما لازمش ننظر له بشفقة، لأنه عنده حياة كيفه عنده حياة وعنده يعني روتين يقوم به، ولو الروتين تاعو شوية مختلف عن تاعي ولكن موجود. لكن نعاود نولي النقطة اللي أثرتيها، أنه
حالة الحزن، حالة يعني اللي ترافق الأسرة في البداية خاصة، لازم إذا كان الأسرة مش قادرة أنها تتأقلم مع، لكن لأنه تحتوا على التقبل، بخفة التقبل يكون كاين، نتقبله مع الوقت، نتقبله أنه كاين إعاقة عند الإبن ولا عند البنت ولا عند الأم ولا عند الأب، أي إنسان يعني يكون في الأسرة نتاعنا. لكن المشكل في التأقلم، لأنه الصعوبة في التأقلم، في أني نتأقلم في الحياة المختلفة اللي راح نعيشها. إذا كان أنا كنت أم وأب يعني ما عدناش مشكل، والابن تاعنا كانت عنده إعاقة زاد بها، ولا كان يعني اكتسبها عن طريق كما قلنا حادث، دونك هنا لازم طريقة التأقلم، طريقة التعامل. هنا في طريقة التعامل كي تحدثنا على الشفقة، لازم يكون واحد الطريقة، ماشي دايما نشفق ومشي دايما نعامله على أنه إنسان عادي، لازم نشد دفوة معاه باش نعطيه الإرادة، باش نعطيه القوة هذيك اللي يسحقها، لأنه الإنسان اللي عنده إعاقة يستمد القوة من عندنا حنا، يستمد القوة من طريقة كلامنا، يستمد القوة بالمساندة نتاعنا. هو ما عندوش قوة، هو يعني كي تتحدي معاهم ذوي الهمم يقول لك أنا القوة اكتسبتها بالمثال الفلاني، بالأم الفلانية، بالأب الفلاني، دونك توجور عندهم اكتساب هذيك القوة، يكتسبوها لأنه ضعفهم النفسي يخلي عندهم واحد الهشاشة في النفسية نتاعهم، واحد لا سنسيبيليتي ما تأهلهمش أنه تكون عندهم قوة فريمون باش يتخطاو هذيك القوة الصغيرة اللي عندهم. كي نعطوها لهم احنا، كي نفعلوها فيهم احنا كمجتمع كأسرة خاصة، ممكن نساعدوهم أكثر من أنه نشفقوا عليهم ونقولوا لهم لا ما تقومش بهذه الحاجة، انا نديرها في بلاستيك، ولا لا ما تهضروش معاه، ما نخبروش هو مريض توسا، يعني انعزال هذاك اللي نوضعوا فيه الانسان اللي عنده اعاقه هو انسان عادي، ما لازمش توجور نعاملوه على انه اساس مريض، لازم تاقلموا مع الحياة نتاعو تلك لي كيما راها يعني. ونعاود نأكد أنه هي جزء، كي نتقبلوا أنه هي جزء نتعاملوا معاه في حياتنا العادية، احنا كناس عاديين لازم نتقبلوا أنه اختلافه في جزئية الحياة نتاعو اليومية، لكن عنده بزاف صوالح يشبهونا في الفكر نتاعو، في الاحساس نتاعو، اذا كانت الاعاقه نتاعو جسديه، اذا كانت الاعاقه نتاعو ذهنيه التواصل ممكن يصعب اكثر، ومالوغوزمون لي مامون سوفخ، وحنا لازم نتقبلوا هذيك لا سوفرانس بسيكولوجيك تاع لي مامون، انه يكون عندها طفل ما يتواصلش معاها، ما يتحدثش معاها، يعني مغيب تماما، يعني هي حباته يمشي، حباته يتكلم، حباته وتستنى في هذوك يعني في لي ديفلوبمون فوالا في اللحظات هذيك، لكن ما تعيشهاش هنا. ممكن في هذه الحاله ممكن ننصحوا بالاخصائي النفسي اللي يقدر يرافق فوالا يرافق لا مامون، باش في هذا لو بروسيسوس، في هذه السيروره، في التقبل، في التاقلم، في التجاوز والتعامل مع الطفل هذا اذا كانت عنده اعاقه ذهنيه بطريقه خاصه. هكذا باش نختم، لانه عم يقول الوقت هناك، ربما هناك نماذج إيجابية من هذا الجانب، أنه تلقيتي أمهات تأقلموا، لأني أنا نعرف أمهات ما شاء الله عليهم عندهم مثل هذا الأطفال ذوي الهمم، ولكن صح. متقبلين وزايدين عاطينهم يعطوهم دافع آخر باش يستمروا أكثر ويمدوا أكثر. بيان سور. فانتي تلاقيتي من مثل هذا؟ شوفي هي في وي كان يعني في مره كانت بنت في عمرها 18 سنه تعرضت لحادث، والحادث خلق لها اعاقه باردون حركيه، اللي يعني كانت انسانه عاديه، ويعني وكي شفناها حنا في لو سيرفيس تاعنا في لو بي اس بي صديقيه، كنا في المرافقة النفسية للأمراض المزمنة، وهي كان عندها يعني ان كونترول، وجات شفناها يعني بهذاك الكرسي وكل شيء، وضحك على لو سوغيغ، ومدت ليكزومبل بوغ لي مالاد اللي كانوا يعني عندهم حركة عادية، وهي كان عندها يعني إعاقة في الحركة نتاعها. دونك كاين بزاف دي زيكزومبل اللي مدونا يعني أمل وإرادة لينا حنا وللناس اللي عندهم إعاقة.
شكرا شكرا فاطمة، بارك الله فيك على كل هذه النقاط المهمة الجميلة اللي كلها نقول أنها كلها أشياء تحفيزية وأشياء إيجابية ساعد. احنا دائما نقول وانا دائما قلتها انه احنا دفع احنا بالتخمام تاعنا وبالتفكير تاعنا لاعاقه في عقلنا للاسف لازم تفهموا هذا هو. اذا ان شاء الله كل عام وذوي الهمم بالف خير، وكل عام وذوي الهمم بحاله نفسيه جميله جدا وايجابيه. لمن بيان سور نتمنى لهم التوفيق في السيروره نتاعهم النفسيه والاجتماعيه والمهنيه، لانهم يعني داو مكان في عديد من المهن وشرفوا والديهم شرفوا الدولة نتاعنا والوطن نتاعنا. نشكرهم ونحيوهم بالمناسبة. يعطيك الصحة فاطمة، شكرا دايما مشرفتنا، نتمنى لك نهار جميل وموفق. شكرا لكم انتم تاني. يعطيك الصحة عزيزتي، شكرا.